أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده وأعز جنده وأذم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. حقيقي أدخلت على قلوبنا الفرحة والبهجة والسعادة وحسستنا بالعيد. الله يخليك يا رب. أهلا بك يا محمد. أهلا بحضرتك. في البداية كده عايزين نعرف منك مين هو محمد الوشاحي. محمد الوشاحي شاب بسيط اسمه محمد حمادة عبد السلام وشاحي، 19 سنة، من مدينة فؤوس محافظة الشرقية، طالب هندسة في كلية سي اي سي في الشيخ زايد إن شاء الله. أهلا بك. نورتنا يا محمد. هي أنا فرحان أنا قاعد معاك النهاردة ورجعتنا أجواء العيد والتكبيرات وعيشتنا حاجة جميلة جدا جدا. الله يعزك والله. كل سنة وأنت طيب. طيب والله. عايزين بقى نعرف منك بدايات محمد الوشاحي، يعني بدأت إزاي؟ مين شجعك على الإنشاد؟ والله أنا بدأت الإنشاد الديني في الإذاعة المدرسية وفي رفع الأذان في المساجد إن شاء الله، وخدت يعني نال إعجاب كتير من الناس، والناس كتير نصحتني بالإنشاد الديني وبالقراءة القرآن الكريم، والحمد لله بقت مسيرة وضربة. في حد معين اكتشف موهبتك يعني، ولا جت بالصدفة كده لقيت صحابك بيقول لك يا محمد صوتك حلو فكمل مثلا؟ لو أنا اكتشفت نفسي ونميت نفسي مع بعض. قول لي بقى مين اللي شجعك إن أنت تبني اسم محمد الوشاحي؟ والله ناس كتير، يعني ناس كتير جدا شجعوني، في محمود توفيق وفي والدي طبعا والدتي واخواتي طبعا، فيعني الناس كلها دايما بتحب الخير الحمد لله. الحمد لله. طب يعني عايز اسالك على حاجه، طبعا انت قلت انك ابتديت في الاذاعه المدرسيه. صح. الاذاعه المدرسيه طبعا كلنا يمكن لما كنا اطفال او لما كنا قبل كده في المراحل اللي فاتت كنا بنشارك فيها، وهي حاجه جميله جدا طبعا، كانت بتبين مهارات او مواهب كتير جدا عند الطلبه. عايز اقول لك بقى يعني مين اكتشف موهبتك؟ حد مثلا مدرس معين او مدرسه معينه قال لك يا محمد انت كويس، او انت كنت يعني مدرس انت بتحبه؟ تمام. لما كنت في الاذاعه كان حد يعني بيشجعك لما بيسمع صوتك وانت بتقول في الاذاعه المدرسيه؟ كان والله يعني الحمد لله كان معظم المدرسين اللي عجبهم الانشاد الديني وصوتي برضه، من ضمنهم استاذ صلاح عبد المجيد واستاذ اسامه عبد النبي، وفي اساتذه كتير كده كلهم اساتذتي وعلى دماغي وعلى راسي والله. هل ده كان حلم بالنسبه لك ولا جت كده؟ طبعا حلم بالنسبه لي، ولسه ان شاء الله يعني الحلم مستمر لغايه ما نوصل لمصر كلها ان شاء الله والعالم كله باذن الله. ربنا يوفقك يا رب، انت تستاهل كل خير باذن الله. يا محمد انت ما شاء الله عليك، يعني في الفتره الاخيره ان كان يعني طبعا انت وريتني اليوفط والدعايه اللي انت عاملها ما شاء الله عليك، يعني ابتديت خطوه كبيره جدا جدا في مجالك وفي حياتك اللي نقدر نقول الفنيه او حياتك او الدينيه بقى على حسب ما انت عايز تسميها سميها. بس الحقيقه يعني انت شايف دي نقطه كويسه ولا دي كانت يعني بتجس نبض الناس او حاجه زي كده؟ والله الحمد لله يعني الفتره الاخيره دي عملت فيها دعايه وعملت فيها زي ما تقول سوشيال ميديا، من حيث ان انا عاوز اخلي الانشاد الديني يبقى ليه اثر، الانشاد الديني يبقى مؤثر على كل واحد، يعني مثلا مؤثر على الشاب اللي بيسمع اغاني يمكن يغير ويسمع انشاد ديني، الشاب اللي ما بيصليش يمكن يصلي، يعني لازم زي ما يكون في الوحش يبقى في الحلو والخير، يعني هي معركه ما بين الخير وما بين الشر. هل بيكون عندك كده حاجه ان انت عايز تخلي الاسلوب مبسط عشان خاطر اللي بيسمع يكون حابب انه يسمع؟ طبعا لازم يكون في اسلوب مبسط، اصل الواحد لو شاف تعقيد، يعني مثلا احنا دلوقتي بنتعامل مع عقليه جيل، يعني نفس عقليه الجيل بتاعي، لما انا مثلا اقول له مثلا قوم صلي دلوقتي لما تخش النار، فطبعا يعني مش هيتقبلها، فلازم تبقى في اسلوب سلس واسلوب يدخل القلب طبعا، وتحاول تبسط الانشوده وتبسط الكلام اللي عاوز توصل بيه الهدف. معنى كده ان انت بتكون قصد ان انت تبسط كلامك. بالظبط، يعني انت بتحاول تدعي الشباب الغير ملتزمين او البنات حتى ان هم يعودوا للالتزام بالاناشيد اللي بتنشدها.
الانشاد الديني دلوقتي يعني الحمد لله بقى ليه اثر يعني ملموس في المجتمع كله. الانشاد الديني عندك الشيخ ناصر الدين طوار. طبعا. عندك اساتذتنا وعندنا يعني الانشاد الديني والمبتهال لو جينا نتكلم فيه مدرسه واسطول وكله بيسمع ليه، حتى زي اخونا الكريم لغايه دلوقتي. طيب سمعنا حاجه بقى كده. حاضر. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ ما شاء الله يا محمد، حاجه جميله جدا طبعا يا جهاد، حاجه حقيقي ما شاء الله عليك. ما شاء الله يعني صوت جميل ويا ابني كمل، ربنا يوفقك، انت شخصيه يعني مكافحه واكيد يعني ان شاء الله ربنا هيكرمك اكيد. عايزين نسمع منك حاجات تاني. طيب بمناسبه ان احنا في العيد بقى وان احنا قبل عايزين نغير جو كده ونغير المود. قبل ما نسمع حاجات منك تاني يعني عايز اقول لك ان انت يعني ايه اكتر انشوده انت شايفها يعني جاد هو يشوفها يعني اي اكتر انشوده هو بيحبها يغنيها ويغنيها لنا او شايف يعني ان هي كانت مش الخير عليك مثلا يعني مثلا في نسبه معينه عندك مثلا قمرون دلوقتي ما فيش حد في اي بيت مصر لما بيسمع قمرون ممكن نقول حتى ارتجال بعد كده ننقل على قمرون على طول. اتفضل. يا محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. قمرون 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 سيدنا النبي قمرون الله الله وجميل سيدنا النبي وجميل. قمرون 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 سيدنا النبي قمرون وجميل والله جميل وجميل وجميل سيدنا النبي وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البارى يا قمرون 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 سيدنا النبي قمرون الله الله وجميل وجميل
اسمحوا لي في الكنترول اسقف يا جماعه، انا هسقف. الله يخليك. حقيقي احنا بجد استمتعنا جدا، وما شاء الله عليك صوتك جميل جدا. الله يخليك والله. وللاسف الفقره انتهت بسرعه ولينا. بس انت نورتنا جدا، وربنا باذن الله يوفقك، وان شاء الله يكون لك مستقبل كبير باذن الله، وتشرفنا تاني باذن الله. نورتنا محمد جدا، انا سعيد جدا ان انا بتواجدي معاك النهارده، او يعني انا هقول بتواجدي ليه معاك النهارده، لان انا معتبر نفسي ضيف النهارده، احنا في العيد. طبعا. احنا كل سنه وانت طيب. مشاهدينا احنا بشكركم طبعا على حسن المتابعه، عندنا فقره تانية مع دي استنونا، عندنا فقرات كتير النهارده، وكل سنه وانتم بخير، استنونا بعد الفاصل.